فيلم رح يعني يفاجئ الجمهور العربي بضخامته بإنتاجه، فيلم عربي على مستوى عالمي جدا، رح يكون إن شاء الله في المهرجانات الدولية وبعدها رح نشوفه في صالات العرض الأردنية. الفيلم اسمه المخلص، بسرد سيرة حياة السيد المسيح. معنا مخرج ومنتج هذا الفيلم السيد روبرت سابو، صباح الخير. صباح النور. والفنان الأردني الكبير السيد زهير النباني، يسعد لي هالصباح. يسعد عمرك، يسعد صباحك. والمؤلف الموسيقي طلال أبو الراغب، اهلا. يا اهلا فيك. والفنانة حنان الحلو، اهلا وسهلا فيك. هلا. يعني فيلم عالمي، امبارح كان الحفل الافتتاح لهذا الفيلم، وكان حفل كمان على مستوى الفيلم، حفل كمان عالمي. يعطيكم الف عافيه. عافيك. نبلش معك استاذ روبرت، شو اللي بيميز هذا الفيلم اللي بسرد سيره حياه السيد المسيح عن افلام كثير شفناها عن السيد المسيح؟ لاول مره بنعمل فيلم باللغه العربيه مع ممثلين عرب. لليوم كل الأفلام اللي عملت عن حياة المسيح هي كانت عملوها أمريكان ودبلجوها باللغة العربية، لكن هاي المرة الفنانين هم عرب من دول عربية، من فلسطين، من الأردن، فكان هذا أول مرة الفنانين العرب بيجتمعوا إنه يعملوا فيلم عن حياة المسيح. حلو. طب خلينا نشوف تريلر عن الفيلم ونكمل بعد اللقاءنا. كثيرون أقدموا على تدوين قصة في الأحداث التي تمت بيننا، كما سلمها إلينا أولئك الذين كانوا من البداية شهود عيان ثم صاروا خداما للكلمة. كيف تطلب مني شربة ماء وأنت يهودي؟ هذا كان معه. الناديك لا يصيح اليوم حتى تكون قد أنكرت ثلاث مرات أنك تعرفني. عليك أن تحسن أداءك هذه المرة يا ابن الله. كلا! العمى يبصرون، الصم يسمعون، الموتى يطلبون. اجلدوه ثم اصلبوه. واضح أسماء كبيرة من الفنانين أستاذ زهير وحضرتك، منهم ونريمان عبد الكريم، عبير عيسى، ست نادرة عمران، نادرة عمران، نخبة كبيرة من الفنانين. صحيح. كيف دورك، شو كان بالفيلم؟ أنا قدمت دور صادق اللي هو الحاخام اليهودي اللي بيكون أساس يعني وراء صلب المسيح، أحد أعداء المسيح. كانت تجربة كتير مميزة، مش لأنه المخرج موجود، يعني أنا خلال مسيرتي الفنية الطويلة أول مرة بشعر إنه إحنا اشتغلنا فيلم على مستوى عالمي بكل ما في الكلمة من معنى،
من صورة، من إخراج، من إمكانيات ديكور، من موسيقى إلى آخره. نتمنى أنه هذا الفيلم يحوز على أعجاب جمهور، وإن شاء الله راح يحوز على أعجاب جمهور، لأنه كانت الإمكانيات كتير ضخمة، والمخرج كان مميز والإنتاج كان مميز. يعني هاي شهادة منك أنه هذا الفيلم أضاف لسيرتك الذاتية الغنية. أضاف كتير. نعم، أنا تعلمت كتير من هاي التجربة وسعيد بهاي التجربة الصحيحة. أستاذ طلال، كل الموسيقى كانت من تأليفك، قديش أخذك وقت تعمل بحدود فوق 20 قلت لي مقطوعة؟ فوق 20 مقطوعة. والله يمكن اشتغلنا عليه شيء تقريبا 3 أشهر ما بين عمان وبلغاريا، والتعاون اللي تم بيني وبين روبرت، وهذا الكيمستري اللي صار بيناتنا، فهو هذا اللي له أساس في نجاح هذا الموضوع. يعني أنا بتذكر أول يوم قعدت شوف فيه أنا وروبرت حبيته لهذا الإنسان، ومع الأيام يعني صار كل واحد يصارح الثاني إنه أنا كمان حبيتك، فهذا كتير مهم إنه يبني العلاقة المهنية. وكانت تجربة كبيرة، كتير كبيرة، وأنا كنت كتير خايف صراحة، بس أنا لما شفت الفيلم وشفت أجزاء منه مش منتهية لسه، كتير تشجعت لأنه شفت مادة كتير حلوة، وحكينا أنا وروبرت وصلنا لشغلة هيك مشتركة فنية، وشفت هالضخامة بالإنتاج فحبيت الموضوع، وسجلنا موسيقى مع ناس عرب وسجلنا موسيقى مع ناس أجانب، وعملنا كومبينيشن حلوة وطلعنا بهاي النتائج اللي هي إن شاء الله تنال إعجاب الناس، وأوريدي رح تصير في الصالات العربية قريبا، وبمهرجانات كمان روبرت عم بيحضر في العالم، حول العالم، فهذا هو الموضوع إن شاء الله. حلو حنان الحلو، دور ستنا مريم العذراء يعني مش دور، يعني دور أساسي بهذا الفيلم، احكي لنا عن هذا الدور وكيف قدرتي أنت تكوني تجسدي هالست العظيمة. أول إشي أنا بدي أشكر روبرت عشان أعطاني هاي الفرصة. أنا لما رحت على الأوديشن رحت على دور تاني، ولما حكوا لي أنه أنت تعالي بدنا نشوفك في دور مريم خفت، قلت مسؤولية كبيرة، وبس بدي يعني تحدي، مين هاي المرأة؟ ليش ربنا اختارها بين كل النساء؟ إحنا عادة لما بنشتغل على دور بنكون محضرين له البيوغرافي، من وين جاي، شو صفاتها الشخصية، شو المحرك تبعها، فإنه هاي المرأة المقدسة أنا يعني بكل تواضع بدك تجسدي شخصيتها صح؟ وبدأت مسيري معها، مع الشخصية بدأت أبحث عنها، توحدت، رحت من عالم اللي أنا عايشة فيه لعالم الروحاني، إيمانها بعدت شهر كامل عن كل الناس، يعني حتى مع زوجي رحت على عالمها، فكان صعب بس حلو رائع، يعني أجمل تجربة أنا عشتها مع هذا الدور. وروبرت الأستاذ روبرت وموضوع الفيلم طغى وأعطانا وساعدنا من خلال التصوير جو محبة وجو روحاني رائع، فكلياتنا كنا مسحورين بالفيلم، فبتخيل كل ساعدنا، يعني كل الممثلين والأستاذ روبرت ساعد الكل. واضح عليكم كلاتكم رسايك عندكم هيك هاي سمة الإيمان هلأ، السكينة وهذا الجو كان عن جد. بدي أضيف شغلي صحيح، تجربتي هاي أهم شيء شفته، أول شيء مستوى الاحتراف العالي، مستوى التنظيم العالي، ومستوى المحبة اللي كانت مغلفة كل العاملين في العمل، كان في محبة عالية، وأعتقد هذا انعكس يعني على العمل، وراح يشاهدوا المشاهد ويحسوا مستوى احترافي عالي جدا وإتقان عالي جدا. من هون يعني بتأمل أنه راح يلاقي صدى كتير كبير بين الجمهور إن شاء الله. طبيك أستاذ روبرت أسألك، يعني بعض المقاطع أو كثير من المقاطع صورت في بلغاريا، ليش ما صورتها بفلسطين؟ أوكي، فلسطين هي المزبوط كنا مفكرين نصور بفلسطين، لكن لقينا أنه نصور بالأردن هي نفس الجو تبع فلسطين، فإحنا صورنا بالأردن لمدة 2 أسبوع تقريبا. أما بالنسبة لبلغاريا المقطع الكبير صورناه لأنه هناك في استوديوهات وفيها كل الإمكانيات، الديكورات اللي ممكن، التقنيات ببلغاريا اليوم كل أفلام هوليوود قاعدة بتتصور بهاي الاستوديوهات،
فلقيت انه مناسب جدا اجيب الكمد من الفنانين لمحل اللي بقدر اعطيهم الامكانيات انه يطلعوا اللي عندهم بالطريقه المضبوطه. حلو. طب بدنا نحكي عن حفل الافتتاح بس بعد ما نشوف مقتطفات من حفل الافتتاح. فلوتينج راح يكون كان في جمهور جدا امبارح، جمهور كبير وجمهور من عم نشوف دبلوماسيين ومنشوف كتاب وصحفيين وفنانين. اجمل ما سمعتوه امبارح بعد ما عرضتوا الفيلم، ايش اجمل ما كلام هيك سمعتوه عن الفيلم؟ انا اغلب اللي سمعته انه يعني شبه كان اجماع انه هذا مستوى عالمي. فيلم مستوى عالمي ايضا بميزانيه محدوده، اذا بتقارني ميزانيه الفيلم بمستوى الافلام اللي قدمت عن السيد المسيح عالميا تعتبر ميزانيه قليله، لكن ايضا قدمت بنفس المستوى. حلو. شارككم فنانين من فلسطين كمان بهذا العمل على العمل؟ نعم، مثلا محمد بكري هو واحد من الفنانين اللي كانوا معنا من فلسطين. نسرين فاور لطف نويسر طبعا، كمان شريدي جبارين أشرف مرهوم. شكرا هنا. يعني مجموعة كبيرة من الفنانين الأردنيين والفلسطينيين. التعامل بيناتهم كان لإلي بطريقة غريبة، شفتهم كيف بيشتغلوا مع بعض على الست، كان عظمة بالنسبة لإلي. بالنهاية الفنانين هم عملوا الفيلم، هم اللي قاموا بهذا الفيلم وإمكانياته. في كمان شغلة بدي أضيفها، إنه ردود فعل الناس حكيتي كتير حبوا إنه إحنا بشرتنا يعني من هاي البلد، لأنه المسيح من هاي البلد صح، فمش يعني زرق وأشقر وغرباء عن البلد، لا يعني بشرتنا هي. مزبوط. مين البطل اللي عمل دور المسيح؟ البطل اللي عمل دور المسيح هو اسمه شريدي جبارين من أم الفحم من فلسطين. والمزبوط بالبداية أخذ معي وقت قبل ما قررت انه يقوم بالدور، لكن هو قدر يقوم بالدور بالطريقه المضبوطه. هل ممكن عرض هذا الفيلم بفلسطين؟ خلينا نقول ممكن. طبعا بفلسطين طبعا راح يكون اكيد. حلو. استاذ طلال، تستوحي هيك موسيقى، يعني شفنا هيك موسيقى كمان كلياتها فيها روحانيه وفيها هيك ما كيف يعني رجعت تشوف يعني سمعت اغاني بافلام ثانيه بتحكي عن المسيح، انت رحت بفكرك وقلبك واحساسك لهذاك الوقت؟ اكيد انا يعني بعشق السينما وطول حياتي يعني املك مكتبه في تزايد من السينما. اكيد انا حضرت فيلمين بحياتي كثير مشهورين للمسيح، بس حاولت انساهم تماما لانه بدي افوت في منطقه كثير جديده. الصراحه في شقين في الشغل اللي صار معنا. اول شيء انا انسجمت في 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 الموضوع من اول لقاء في مشهد ورجاني يا روبرت لما بكونوا بيصلوا وخلفهم نهر الاردن. هذا مشهد كان بالنسبة لي يعني حلم، يعني كثير كان مدخل واستهلال طيب إني أفوت من هناك، وعشان هيك كنت بحكي بيني وبين نفسي أكيد رح أوافق وأوقع هذا العقد لأنه أنا حبيت هذا المشهد. روبرت بيعرف هاي القصة تماما، دائما بنحكيها. في شغلة تانية كثير غلبتني اللي هي شخصية الأستاذ زهير نوباني. بغلب لأنه الموضوع كثير روحاني وكثير هذا، وهو معطينا جانب الشر، هذا اليهودي اللي كان وراء هذا الموضوع كله، وراء مقتل وصلب السيد المسيح. فكنت بدي أفصل بس شوي أعرف كيف أسوي شخصية، يعني لما كنت أشوف شكله يعني تدرس الشخصية عشان طبعاً تعمل طبعاً المقطوعة. حتى لبسه كان يعني فعلا متقن تماما، وحاسس حالي أنا أمام يعني شخصية شيطانية بطريقة مش عارف كيف بدي أسوي له موسيقى. هو بأديها هاي الشخصية بإتقان تام. فهدول الشغلتين اللي أنا كانوا مفصل عندي بالشغل، اللي هم كيف أبدأ وكيف أعمل موسيقى لهاي الشخصية. حلو. كيف قدرت يعني كيف ركبت هالشخصية على أستاذ زهير؟ كيف اخترته؟ المضبوط ما كنتش لازم أتعب بالموضوع. هيك جايتك هاي السمعة مش كويسة. أول إشي أنا الأستاذ زهير بشوفه على التلفزيونات، أنا كبرت عليه وأنا شخصياً معجب جداً في تمثيله وبشخصيته، ولإلي كان شرف كبير إنه هو قبل إنه يجي ويكون جزء. وكتير مهم أقول إنه أنا من ناحية إخراج ما كنتش لازم أتعب
يعني أو أعطي التوجيهات، لكن هو كان دايما يجي يتطلع على الموضوع ويقول لي روبرت إيش رأيك إنه نمشي بهاي الطريق، ودايما كان يجيب الدور. ومن ناحية تانية هو واحد من الممثلين اللي ما كنتش لازم أعمل أكتر من 2 تيكس ماكسيموم، فهو اللي عملني. الفنانين طلال حنان كل الممثلين هم اللي قدروا إنه يخلوني أقدر أقوم بهذا الواجب وأخرج الفيلم. هذا تواضع كبير منك. لا بالعكس. والأهم إنه سيد روبرت يعني هو كان مستوعب كل شيء، اللي بده يشتغله كان عارف شو بده يشتغل. حتى يعني الصبح لما نروح على اللوكيشن في كتيب صغير محدد كل لقطة، إنه بالتالي اثنين هو محب ومحترم عالي الاحترام. هذا دخلنا بحالة يعني حالة فنية وحالة روحية كتير جميلة. يعني أنا اللحظات اللي عشتها في المسلسل في بلغاريا في الفيلم في بلغاريا لغاية الآن راسخة فيي، وتعلمت منها كثير، وكانت من أجمل تجارب فنية بحياتي. شكرا. كان إنسان عالي المستوى من محبة واحتراف. حلو. لما أنت تغلب طلال في أنه يألف مقطوعة موسيقية لأنه الشر هاي شافها فيك وهون بقولك كبر عليك، فهذه لما أنت أي دور بتاخده بتأديه باحتراف، فيعني أنت كمان أستاذ زهير أنت كمان فنان عالمي ولست فنان عربي وأردني. لا تسلم ستي تسلم. حقيقة يعني لما فعلا أنه أستاذ زهير فنان عالمي لأنه مش أول مرة بيغلبني، إحنا اشتغلنا مع بعض كثير. يعني في الدراما دائما مرة كان مش عارف إيش مسلسل كان فيه كسرة ماخذ دور كسرة ذي قار ولا نسيت إيش حجاج كسرة كان ماخذ دور كسرة، فنفس الإشي بس ما بيعرفوا أنه وراء هاي الشخصية الشريرة إنسان قمة في الطيبة. أنا لما بشوفه دائما ببوسه دائما. خلينا موضوع الفيلم العالمي هذا فعلا فيلم كل مشاهد راح يشاهده راح يعتز إنه هذا إنتاج عربي بنفخر فيه، لأنه في النهاية سيد المسيح هو إلنا ومن فلسطين من قلب العالم العربي وقلب العالم، ومهمتنا إحنا نقدم السيد المسيح مش غيرنا يقدمه، ونقدمه برؤيتنا الخاصة. صحيح. وهذا اللي اتوفق فيه سيد روبرت وتوفقوا فيه كل العاملين. طب هذا الفيلم بعد بعد المهرجانات اللي راح يشارك فيها راح يكون في دور العرض ولا قبل حنشوفه؟ قاعدين هلأ بندرس الموضوع، إحنا مهرجانات قدمنا لمهرجانات لكن في طلب إنه يكون بدور العرض سريع، فإحنا هلأ بوضع قاعدين نتطلع إيش الأهم وهي، لكن مهم جدا لأنه دور العرض هي أهم من المهرجانات. إذا كان نقدر نطلع للسينمات بالدول العربية فهي هي الخطوة الثانية، ويمكن كمان وقت مناسب لأنه إحنا مقبلين على أعياد، فيمكن كمان كتير بيكون مناسب هذا عرض هذا الفيلم. نحن بنتمنى، إحنا متأكدين بس برضو بنتمنى لكم كل التوفيق في حياتكم التانية، وبدنا نشوف أفلام تانية عن الأنبياء التانيين كمان نعرف عنهم بما أنه أبدعت في المخلص. شكراً. وعلى هذا المستوى العالمي والحرفي يعني ما حقيقة نفتخر نحن أنه قدرنا نوصل للسينما العالمية من خلال هيك أفلام، إن كان تمثيل إنتاج إخراج. لكن هي فرصة كتير مهمة لي أنه أقدر أشكر الأردن على أنه فتحوا الأبواب وأعطونا نشتغل بحرية، وكمان كل الفنانين طلال الصورة من غير الصوت ما بتسواش ولا إشي، كان هو المكمل تبع الفيلم. لكن بشكر الأردن وبشكر كل الفنانين. شكرا. طبعا نحن بنشكركم بدورنا على هيك فيلم عالمي روعة، نحن بانتظاره على حرم الجمر زي ما بقولوا. شكرا لكم، شرفتونا نورتونا. شكرا لكم. شكرا لرؤية. أهلا فيكم.